نحن الآن في أكبر معارض السيارات في النجف، ومع استمرار ارتفاع سعر الصرف، كيف يرى المواطنون وأصحاب المعارض تأثير ذلك على حركة السوق من حيث البيع والشراء؟ طوابير مصطفة من السيارات بمختلف أشكالها وألوانها ينتظر عارضوها من أصحاب معارض البيع المباشر زبائنهم في ظل تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي حجم بشكل لافت على عمليات العرض والطلب بحسب قول أصحاب المعارض. بالخصوص أكثر من كل المهن تجارة السيارات، لأن هي يمكن تسعيرها الوحيدة بالدولار. الآن أي شيء بالسوق تسأل عليه سواء سعره بألف دولار أو ألفين دولار أو أكثر، بس يجابك بالعراقي. إلا السيارات يقول لك هاي بدفتر دفتر ونص كذا. الآن هو توفير 30 ورقة صعب أصبح، ما بالك بالمواطن اللي مشتري سيارة بالأقساط، ويعني هي أساسا فوق سعرها الاعتيادي. فشوف الورقة أصبحت ب 150 ألف دينار حاليا بالسوق المحلية. وبالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية، يقول أصحاب المعارض إن معاناتهم لم تقف عند هذا الحد، فنقص الخدمات من الماء والكهرباء وارتفاع إيجارات المعارض من قبل الجهة المستثمرة لمشروع معارض النجف للسيارات ما زالت قائمة، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاستثمارية. هاي ضربة، هاي جريمة. اليوم صار لنا احنا بالمعارض تقريبا الاخوان اللي موجودين والتجار صار لنا تقريبا من يوم صعود الدولار اليوم تقريبا 6 اشهر او 7 اشهر او 8 اشهر قاعدين. ايجار المعرض عليه عامل، عليه شاي، عليه ماي، عليه مصروفات، على ايجار المعرض اللي هو استثمار. هذا دمار، دمروا البنت، الكهرباء ماكو، يعني وراء العفو وراء ماي، يعني من نحو السوق. نطالب من الدولة أن تنزل سعر الدولار، لأن الناس ما عندها، الناس تأثرت. احنا أصحاب رزق، الدولة هسه تريد من عندنا إيجار، تريد من عندنا إذا ما كعمل، احنا ما عندنا إيجار نطي. وكحال بقية قطاعات التجارة والتبضع، لم تسلم معارض السيارات من الآثار التي خلفتها الأوضاع الصحية والاقتصادية، لا سيما تلك التي تعتمد في تعاملاتها على العملات الأجنبية، ومنها الدولار الأمريكي الذي يواصل الارتفاع. من النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.